السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتمام الصحة والعافية. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، فيديو جديد من اسواق السلام، فيه تخفيضات اللي رائعة بزاف. تحت طلب واحد المتتبعة قالت لي صوري لنا عافاك هكذا التخفيضات اللي كاينين في الاجهزة الالكترونية، وصورت. المهم داكشي اللي فيه تخفيض صورته معكم، كاين تخفيضات اللي زوينة بزاف غادي تعجبكم. كنتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. وصورت لكم ارخص فران، كاين واحد التخفيض رائع في الفران بواحد الثمن خيالي صراحه. كاين تخفيضات بزاف في هاد الروبويات هادو، ميكسور، المهم اي حاجه تحتاجوها ان شاء الله في الدار غادي تلقاوها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. وغادي نبدا معكم بسم الله على بركه الله. واول حاجه غادي نبدا بها هي هذا الفران هذا اللي لقيته بواحد الثمن رائع صراحه. كانوا يلاه حطوهم، داروا فيهم واحد التخفيض زوين. بالنسبه لهذا راه يعني فيه 35 ايترو، لا مارك رويال، راكم عارفين لا مارك ديال رويال شحال زوينه، كتمشي فيه جوج ديال الطاوات، طاوه اللي دايره وطاوه اللي مربعه كما كتشوفوا. صراحه الثمن ديالو غادي يصدمكم، الثمن ديالو رائع بزاف، يعني دايرين فيه واحد التخفيض اللي كبير. بالنسبه للثمن ديالو دايرين له 479 درهم، ها انتوما كما كتشوفوا. وكما قلت لكم لا مارك رويال وفيه 35 ايترو، راه الثمن الاصلي كان ب 649 درهم، يعني قليل فاش كتلقاو شي تخفيضات بحال هكذا. وكانوا بزاف ديال التخفيضات صراحه، من بينهم هاد العصاره ديال الليمون هذه كما كتشوفوا، هذه لا مارك توغوس كما كتشوفوا، الثمن ديالها حتى هو يعني مناسب بزاف. كانت قبل راه غير غتشوفوا الفيديوهات اللي حطيت لكم قبل راه كانت زايده، دابا رجعوها ب 119 درهم فاصله 90. وكاينه هاد الشكل هذه، ها نتوما. المهم كاين اختلاف، كاين اختلاف يعني في الاحجام، كاين اختلاف في لي مارك، ولكن شوف الماركات اللي كيكونوا معروفه راه كيكونوا يعني ملي كيكون فيهم تخفيض راه غير خذوهم. بالنسبه لهذا الغلاي هذا حتى هو لا مارك توغيس كما كتشوفوا، وتا هو الثمن ديالو الصراحه مناسب بزاف، 99 درهم، كان 160 درهم، كيهز ايترو و700 مليلتر كما كتشوفوا، وكيجي من الداخل ديالو اينوكس كما كتشوفوا، على برا كيجي بلاستيك. كاينه هاد الهاشور هادي اوفمانز كما كتشوفوا، حتى هاد الماركه يلاه يعني مؤخرا كيجيبوها بزاف، لا في الا في اسواق السلام ولا في كارفور ولا في مرجان، يلاه بداو كيدخلوها. الثمن ديالها 199 درهم، كانت ب 250 درهم، فيها 3 ايترو. وكاينه هاد الهاشور هادي بالنسبه للثمن ديالها 249 درهم، حتى هي فيها جوج ايترو. كاينه هاد لامارك ديال الهاشوار، لامارك ديال بوش، حتى هي فيها تخفيض كما كتشوفوا، كانت ب 449 درهم، دابا داروا ليهم فقط 319 درهم. الصراحه فيهم تخفيض اللي رائع، وهاد لامارك هادي رائعه بزاف. بالنسبه للبلاندر هذا ديال توغيس كما كتشوفوا، هذا كيجي الكاس ديال الزاج وديك الروبوت الثاني ديال اينوكس، الثمن ديالو 399 درهم. كاين هاد لامارك هادي ديال مولينكس، هادي غزاله هاد لامارك هادي، كيمشي معاها الكاس، ها نتوما كما كتشوفوا هذا الكاس كيطحن فقط، يعني الحوايج اللي كيكونوا قاصحين بزاف ما كيطحنش داكشي الخضر، راني الربيع ثومه وداكشي. الثمن ديالو 549 درهم، ومي تلقاو الكاس الداخل ديالو فيه اللون الخضر عرفوا انه راه كيطحن حتى الربيع، هذا اللي كيكون اللون ديالو احمر كيكون كيطحن غير النواشف. بالنسبه لهاد الغلاي هذا ديال توغيس كما كتشوفوا، الثمن ديالو 249 درهم، هذا كيجي ديال الزاج كما كتشوفوا، كيجي شفاف. وكاين هاد البانينيير هاد ديال توغيس، حتى هي فيها واحد التخفيض اللي زوين بزاف، الثمن ديالها 139 درهم كما كتشوفوا، يعني صراحه تخفيض اللي زوين بزاف. المهم كاين تخفيضات اللي زوينه بزاف، ما قديتش انني نصور لكم يعني كل شيء، فقط صورت لكم غير شويه شويه باش تاخذوا واحد الفكره. وبالنسبه للقلايه الهوائيه حتى هي اير فراير، حتى هي فيها تخفيض، راه غير ما صورتهاش لكم. كاين هذا الروبو هذا كما كتشوفوا، دايرين له فقط 99 درهم، غير هي لامارك صراحه ما عمري عرفت انا هاد لامارك، ام اش ام اول مره كنشوفها. توغيس ها هو حتى هو فيه تخفيض، الثمن ديالو 169 درهم. المهم لي مارك اللي كنعرف راني كنقول لكم زعما كنكون صريحه معكم فيهم، واللي مارك اللي ما كنعرفش راه ما كنعطيكم عليهم حتى شي معلومه. هذا ديال توغيس هذا كيمشي معاه الكاس ديالو كما كتشوفوا، بالنسبه للثمن ديالو 209 ديال الدراهم، يعني صراحه راه كيكونوا زايدين على هكذا، دابا راه فيهم تخفيض اللي زوين. بالنسبه لهاد البوطه هادي لا مارك ديال رويال كما كتشوفوا، كيمشيو فيها اربعه ديال الريوس، يعني كتمشي اينوكس كما كتشوفوا. بالنسبه للثمن ديالها 899 درهم، كانت ب 1199 درهم.
المهم لقيت تخفيض زوين هكذا في البوطات هكذا في الفورنو كيمشي يعني اونصومبل كامل فورنو مع الـ مع الـ مع الفران هكا كويزين يعني كامل. المهم كاينين بزاف ديال التخفيضات في هادشي ديال البوطات. المهم صورت لكم غير داكشي اللي كما قلت لكم غير شويه شويه. بالنسبه لهاد لامارك ديال كاندي حتى هي فيها تخفيض 999 درهم. هاد لامارك رائعه بزاف لا في الغساله ديال الماعن ولا في الغساله ديال الحوايج كلشي كيشكرها. بالنسبه لهاد العجانه هذه ديال توغيس واحد السيده كانت قالت لي صوري معنا عافاك العجانه ديال توغيس الثمن ديالهم هذه فيها تخفيض الثمن ديالها 999 درهم كانت ب 1399 درهم. هذه كتهز 5 كيلو كما كتشوفوا الكاس ديالها كيجي ديال اينوكس يعني داك البول فاش كتعجنوا كتجي ديال اينوكس. وبالنسبه لهاد البلاندر هذا ديال توغيس هذا كيجي في اللون الابيض كتجي مع داك الطحانه يعني الهشوار الصغيره الثمن ديالو 309 دراهم يعني ثمن صراحه كيبقى مناسب بزاف. وهنا لقيت هاد القطارات ديال القهوه لقيت واحد يعني واحد العدد كبير ديال القطارات صورت لكم كما قلت لكم شويه منهم. بالنسبه لهذه 219 درهم لا مارك ديال توغيس. وكاينه هاد القطاره ديال مولينيكس كما كتشوفوا حتى هي دايرين فيها تخفيض دايرين ليها 449 درهم. خلاص هاد لامارك راكم عارفينها زوينه صراحه. بالنسبه لهادي ديال توغيس ها نتوما هادي راه كتجي متوسطه وهادي الصغيره الكبيره هادي اللي كتجي شويه متوسطه الثمن ديالها 269 درهم. كاينه هاد لامارك عاوتاني ديال مولينيكس هادي حتى هي كتجي شويه صغيره الثمن ديالها 299 درهم. وبالنسبه للهاشوار كاينه هادي ديال ماجي هوم حتى هاد الماركة هي عاد تعرفات مؤخرا الثمن ديالها 259 درهم. هادي فيها 3 إترو كيمشي الكاس ديالها ديال اينوكس. وكاينة عاود هاد البلاندر هذا حتى هو ديال لامارك ديال اوفمانز كما كتشوفوا. هادو الصراحة كما قلت لكم ما عارفاش عليهم حتى شي معلومة حيت يلا جابوهم جداد. الكاس كيمشي ديال الدجاج الثمن ديالهم 259 درهم. وغادي نرجع معكم البوطات لقيت هاد البوطه هادي ديال كتمشي ديال البلاك ديال الزاج لا مارك ديال كاندي الثمن ديالها 1799 درهم. هادو كيكونوا شويه زايدين وهنا راه دايرين فيها تخفيض. وفي الاخر صورت معكم هاد الماكينه ديال الصابون كما كتشوفوا لا مارك ويربول فيها 6 كيلوغرام حتى هي دايرين فيها واحد التخفيض اللي زوين الثمن ديالها 2799 درهم. يعني هادي قليل فاش كتلقاوهم بهذا الثمن هادو خصوصا لي مارك اللي كيكونوا معروفين يعني بحال ويربول بحال كاندي بحال هكذا ال جي سامسونج مي تلقاوهم بهذا الثمن اللي محتاجهم غير ياخذهم. وكتذكر ان هاد اسواق السلام كاين في مدينه طنجه اللي حيت عارفكم بزاف د البنات كيسولوني في الكومونتيرات انا قلتها لكم وخليت لكم راحه الله الى فيديو قادم ان شاء الله.